صباح الخير لك المشاهدين الإخبارية السورية. نحن موجودين بحلب أكيد بذكرى تحرير حلب من الإرهاب وصمود شعبها. لهيك دايما كل ما نجي على شوارع حلب في مقولة بتقول اللي ما شرب من مية حلب وما أكل من أكلة ما كأنه أجا على حلب. اليوم نحن موجودين قدام محل ببيع فلافل بطريقة كتير مبتكرة ويمكن نادرة ببقية المحافظات من خلال يمكن الخلطة اللي بيعملها للفلافل، واللي ما أكل من عنده فلافل ما كأنه أكل وداء الأكل الحلبي. رح نتعرف أكثر عن الخلطة السحرية للفلافل الحلبية وعن سر هي الخلطة مع طبعا مرحبا. أهلا وسهلا ميد سلامي. عرفنا عن حضرتك. سمير سيوفي مدير الصالة. أهلا وسهلا فيك. يعني شو سر هالعجقة اللي دايما موجودة عندكم يعني يخزي العين؟ نحن على طول في عنا عجة، لأنه عمو حميد هو دايما الأسلوب الكويس عنا. يعني عنا وش نحن نجي على الفلافل، نحن عنا تتبيلة الفلافل تتبيلة خاصة. شو إيش بيميزها عن غيرها من الفلافل؟ يعني في الفلافل هذا سر ما بدي بعطيك إياه، هذا سر. أنا لفت نظري مثلا إنه يمكن المخلل له طريقة معينة. نحن عنا هون طاولة السيرفيس، كل شيء عنا نحن هون سيرفيس مجاني بتوزع مع الساندويش. في عنا الفلافل، في عنا الفجل، في عنا الملفوفات، هي كلها لها خلطة سرية. هلا هون هي هون مثلا مع حبة بركة، مع ماجي، مع دبس الفلافل، هون عندك مخللات، هون عندك الماجي، هون كل واحد له طعم شكل. يعني فهذا الموضوع انه نحن عنا هالتتبيلات نحن السحرية بنسميها، اللي هي نكهة الساندويش تبعت عمو حميد. هذا اللي بيميز الفلافل الحلبية. خلينا نقول يمكن المخلل وحتى يمكن اللي ما بيجي لعندك ما كأنه أكل فلافل حلب. اللي بيزور حلب وما بيجي لعند عمو حميد ما هذا ما زار حلب، لأنه لازم يجي لعنا حتى يدوق الفلافل الأصلية الحلبية، لأنه فعلا احنا عنا نكهة خاصة بالفلافل الحلبية، خاصة يعني احنا عنا قلت لك النظافة، الجودة بالأكل، الكرم كمان بالأكل يعني كمان. كل حال على كل حالة مغرب على حلب الأكل الحلبي يمكن له نكهة مميزة بكل الوطن العربي مو بس بسوريا. شكرا لك أكيد مشاهدينا. أهلا فيك. كنا مشاهدينا طبعا عم نتعرف على الفلافل الحلبية المميزة وخلطة السحرية اللي بتميز حلب بأكلها اللذيذ.